وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قد وصل إلى سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة بدعوة خاصة لحضور حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية. وكان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى وصوله مطار بروناي الدولي السيد يانغ موليا داتو سيري نائب وزير الشؤون المالية في سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة.